عزيزي المشاهد، انا اعرفك بنفسي الاول. انا الدكتور محمد قمر، استاذ السكر والغدة الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق. احب اكلمك عن وباء مرض السكر اللي بيستشر في العالم كله. مصر الدولة الثامنة في عدد مرضى السكر في العالم، عندنا حوالي 7.5 مليون مريض عنده سكر، ويمكن في قدهم ما يعرفوش. متوقع يزيد اكتر العدد، نبقى سابع دوله في بعد 10 سنين بس او اكتر. فاحنا عايزين نفوق للمشكله دي ونتلافاها، لان انتوا عارفين مرض السكر مش حكايه بول كتير وشرب كتير ويخس، لا، ده في مضاعفات على العين والكلى والرجلين والاعصاب والقلب، في مضاعفات خطيره وعلاجها مكلف جدا وبيأثر على حياه المريض. فيستحسن نتجنب حدوث هذا المرض من اصله. طب المرض ده ليه مقدمات؟ طبعا قلة الحركة وقلة الرياضة وكتر الأكل وزيادة الوزن، زي ما بنشوف إن زيادة الوزن وزيادة حدوث مرض السكر الاثنين ماشيين مع بعض. كل ما يزيد الوزن كل ما يحدث مرض السكر، خاصة لو في العيلة المرض ده. طبعا نتلافاه إزاي؟ حاجات صراحة إحنا عندنا في مصر صعب الرياضة، صعب إن ننظم الأكل، لكن لو نعرف إن إحنا هيجينا المرض ده المفروض نهتم، خاصة في مين؟ اللي عنده عيلته فيها سكر، والده أو والدته أو إخواته. يبقى لا، ده بالذات بقى يعتبر نفسه خلاص السكر جاي، لازم يقلل وزنه. يقلل وزنه كام في المية؟ من 5 لـ7% بس، مش أكتر. يعني يمشي مشية سريعة أو يعمل رياضة نص ساعة في اليوم، على الأقل 5 أيام في الأسبوع. يقلل وزنه زي ما قلنا، يتجنب بقى الحاجات الدسمة، حاجات السكرية والنشويات. ولازم يخس علشان يتجنب المرض. طبعا في ادويه برضو ممكن نستخدمها. طب اللي عنده سكر ده، سكر عشان الشخص ده عنده سكر، طبعا غير وجود الاعراض من بول كتير وشرب كتير واسهال في الوزن وتنميل في الاطراف والكلام ده، السكر ده تشخيص معملي. اللسان العادي سكره ما يزيدش عن 100 صايم، صايم يعني ايه؟ يعني عريق الصبح 140 فاطر، يعني بعد ساعتين من بدايه الاكل. لو السكر ما عداش الارقام دي يبقى اللسان سليم. طيب عشان اشخص السكر، لازم السكر الصايم يزيد عن 126، بعد الاكل بساعتين يزيد عن 200. الله، طب في كده مرحله في النص، يعني مثلا من 101 ل 125، ده ايه؟ لو سكر ولو سليم بنسميه ايه؟ عنده استعداد للسكر، بري دايبيتس، ما قبل السكر. والرقم من 140 ل 200 برضه ده ايه؟ اللي عنده استعداد للسكر. فدي المرحله بقى اللي احنا فيها اكتر، إيه؟ لازم نتدخل بعنف. في المرحله دي ابتدوا يقولوا ناخد ادويه، في دواء اسمه ميتفورمين اللي هو بيستخدم لعلاج السكر برضه، ممكن يستخدم لعلاج ايه، تلافي السكر، ممكن ناخده بالاضافه الى نظام الاكل والرياضه. نظام الاكل والرياضه اكثر فعاليه من اي دواء في انه يتجنب مرض السكر. طبعا مرض السكر اما بيحدث العيان بيبدا يشتكي، اهم حاجه فيه برضو الاكل والرياضه. لو خلاص بقى جاله سكر اكيد بالاضافه هياخد ادويه. طبعا دلوقتي احنا في ادويه كتير لمرض السكر، اكتر من 7 أو 8 أنواع من الادويه، لان مرض السكر من النوع التاني بالذات في اعضاء كتير في الجسم بتشارك في حدوثه. طبعا اولهم البنكرياس، ثانيهم الكلى والكبد والدهون في الجسم والبخ والمعده والامعاء، كل دي حاجات اعضاء في الجسم ممكن بتاثر على حدوث السكر، وكل حاجه فيهم في ادويه حاليا موجوده. مهما كان السكر جاي عالي، المفروض الواحد يبدا بالادويه على جرعات بسيطه علشان ما تؤديش الى حدوث ارتفاع السكر ومضاعفات ارتفاع السكر. فاهم شيء الواحد يبدا بنظام الاكل لوحده، يعني ما يكون مثلا واحد حاجز عندي في العياده ومثلا اتاخر اسبوعين وابتدى عارف انه عنده سكر، ابتدى ينظم الاكل، بيجي لي العياده الاقي ابتدى السكر نزل اكتر من النص. اذا فنظام الاكل ده لا يستهان بيه، وعمرك ما تقول انا سكري هيتظبط وانت مش منظم الاكل. فنرجو يعني ان احنا ايه بقدر الامكان نعيش حياه صحيه سليمه مليئه بالرياضه والمجهود، مش يعني العربيات وقله المشي والحركه حتى في الاطفال دلوقتي بقت ظاهره مش كويسه خالص. عدم الاكثار من السكريات والدهون والنشويات والمشروبات الغازيه والحاجات دي كلها، والعصائر سواء فيها سكر طبي او سكر عادي. لا، حاليا ان السكر الطبي ده بيجيب سكر اكتر
من السكر العادي. فيعني ممكن اشرب سكر عادي بس ما اكترش منه. ربنا بيقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ونتمنى للجميع الصحه.